السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال كيفية التعامل مع الصغار في الاكل. يعني هذا الصغير هذا عبارة عن شنشيلا كما كتشوفوا قوي. هذا عنده 3 سيمانات. جوج سيمانات الاولى كيبداو يفتحوا عينيهم، كيبداو يتحركوا، كيبداو صافي بداو باغيين يخرجوا. سمو غادي نديروا لهم، ما غاديش نعطيهم كاع الخبز، غنبقى نعطيهم غير الخص ولا ربيع ولا شي حاجه. المهم التفاف اللي راه النبته هضرت عليها بزاف. انا هاد المجموعه هذه، هاد الخلفه هذه، يعني عطيتهم التفاف بزاف. الحمد لله هما دابا راهم يعني في قرامين تفطموا، واحد السيمانه باقا لهم. الحمد لله كنحس بهم في الميزان، راهم مزيانين. دابا منين وصلوا 3 سيمانات غادي نحاول نحيد عليهم شويه ديال الاخضر، يعني الربيع، وغادي نعطيهم الخبز. ولكن الخبز هما لاحظوا ان السنينات ديالهم والفم ديالهم باقي صغير، ما يمكنش نعطيهم واحد الطروفه كبار ديال الخبز، هما غادي ينجروا منه غادي ياكلوا. لذا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي بسيطه، هي في الحقيقه طريقه بسيطه، غادي كيفاش ياكلوا الدقاقه ديال الخبز بلا ما تدقوها في يعني عند الطاحونه. يعني نتوما في البيوت ديالكم غادي نوريكم واحد الطريقه اللي بسيطه وسهله. اذا تابعوا معي الطريقه. اذا كما كتشوفوا معايا الخبز اللي غادي يشيط عليكم في الدار، يعني اما طروفه كبار ولا طروفه صغار. هذيك الطروفه الكبار من الاحسن تعطيوهم يعني الكبار، يعني الامهات، ولا ملي كيكون الكاج هكا بواحد واحد 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 سنتيم ديال 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 الفج، تقدروا ترميو لهم ديك الخبز تما، حيت هما كيكون عندهم السنان كبار يقدروا ياكلوه. ولكن الصغار يعني في عمر احنا غنشوفوا في عمر قبل الفيطان وبعد الفيطان، بعد الفيطان يمكن تعطيهم هاد الحجم هذا، يعني بحال هكا تقريبا، بحال قد السيكالين تقدر تعطيهم لهم. ولكن هذوك الصغار اللي وريتكم عاد دابا، هذوك قبل الفيطان يعني تمشيتوا معاهم شويه بالربيع، دابا غادي ندخلوا لهم الدقاقه ديال الخبز. السيكالين باقي مجهد عليهم بزاف. الطريقه باش تغربلوا الخبز، يعني فرتو هكا بشي مدق ولا باليد، انت راه كارم بما فيه الكفايه، يعني خصو يكون كارم مزيان في الشمس حتى يكرم مزيان، ما تعطيهمش البابه راه كضرهم. اذا غربال بحال هذا، انتم كتشوفوا الاعيون ديالو، كاين اللي كيقول له بوصيه، ها هما الاعيون ديالو، يعني صغيورين، ماشي صغيرين بزاف، ماشي هما مواصلين. انتم كما كتشوفوا معايا، انتم شوفوا الحجم ديال الاعيون ديالو. منين ديروا شي انيه بحال هذه ولا بلاستيكه اللي متاح عندكم، خشبه اللي كان، غير باش غادي تجمعوا هاد الدقاقه اللي كتكون. منين تحطوا الخبز في الغربال هكا فرتو عادي، اللي غادي يخرج قد هكا غادي تعطيوه العمر فايته شهر ولا شهرين ولا 3 شهور قد هكا. الحجم الكبير تعطيوه الكبار، اما الذكوره كبار اما النتوات العشار ولا اللي عاد كتسمنوهم. اذا ملي كتقطعوا بحال هكا ضروري ما كيخرج واحد التفرتيت، هذاك التفرتيت هو اللي غادي نلعبوا عليه باش غادي نعطيوه للصغار قبل الفطام. هذا اللي وريتكم دابا عنده 3 سيمانات. اذا غادي تغربلوا بهذه الطريقه، انتما شي طريقه صعيبه، سهله للغايه. هذا البوصيه كيدير 10 دراهم 12 درهم 13 درهم هذا وجد، كاين اللي كبير كاع كيدير 20 درهم، ولكن راه كتستغلوه يعني احسن استغلال. فهمتوا صافي، كتخرج عندكم هاد الدقاقه هذه بهذا الشكل، لاحظوا معايا هذه دابا كتعطى قبل الفطام هاد الدقاقه. ولكن قبل الفطام ماشي شهر، عمر يعني جوج سيمانات او سيمانه كيكون. اذا كما قلنا هاد الدقاقه هذه كتعطى قبل الفطام، يعني في العمر ديال 3 سيمانات الفوق. اما 3 سيمانات لتحت حاول تعطيهم غير الاخضر، كيكون الكرش ديالهم بقى عاد صغيوره، الامعاء ديالهم باقيين عاد صغار، حاولوا تعطيهم الاخضر وماشي اليابس. لا، عطيهم الاخضر اللي غير ما يكونش سارد، يكون ناشف، مثلا الخص، مثلا التفاف،
خبيزه اللي كان غير تكون مشمشه غير في الظل، ما تكونش يعني لاويه وما تكونش سارده فيها الماء. اذا هذه الدقاقه هذه غادي نعطيوها لهم في عمر ثلاثه السيمانات. انتم لاحظوا معايا انا غادي نعطيوهم، لاحظوا معايا كيفاش غادي ياكلوها. اذا هانتوما كما كتشوفوا انا حطيت لهم واحد الصني دقاق باش ما يهربوش، صندوق عادي. ديما كنهضر انا على الاشياء المتاحه عندكم هي اللي تخدموها. هذه ديال الميكرون دا هو ضايع، هو اللي غربلت فيه وحطيته في وسط هذا الصندوق باش ما يهربوش. هانتوما شوفوا الاكل دابا، انا اول مره غادي ياكلوا هاد الدقاق، يعني هذا هو العمر ديالهم ديال ثلاثه السيمانات بالضبط، ثلاثه السيمانات. هانتوما كيفاش غادي ياكلوا؟ هما الا عطيتيهم يعني الخبز غليظ باقي ما يقدروش انهم يعني يهرسوه وياكلوه، لذا كتستعملوا هذه الطريقه هذه. شوفوا هما دابا كياكلوا على قد الفم ديالهم، دابا كلشي كنتمشاو على الحجم ديال يعني شحال غادي يحلوا فمهم وغادي ياكلوا. هانتوما تبارك الله، هانتوما كما كتشوفوا ماما، هانتوما كما كتشوفوا انتوما كياكلوا بواحد الطريقه منتظمه يعني ومهدنين انتوما، وكونوا متاكدين ان هاد 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 الشويه هذا اللي درتو لهم راه كياكلوه كله. انا جربتها معاهم في واحد المجموعه اخرى، كيما كتحط لهم هاد يعني واحد الكمشه هكا مثلا واحد الزلافه كيكونوا هما واحد المجموعه كيبقاو ياكلوا 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 حتى كيكملوها. وبالنسبه للاوساخ ولا هادي هاد فهاد العمر هذا راه ما كيكونوش كيديروا ديك الزبيلات كبار ولا كيفزقوا ولا المهم، حاولوا انكم تنقيو واخا تشوفوهم كياكلوا هكا لان يقدروا يوسخوا فوق هاد الماكله هادي. في الحقيقه راقبوهم مره مره والامور كتكون غاديه مزيان. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هاد النهار. كاين واحد القضيه ما هضرتش عليها وهي الاقامه ديال اتاي يعني في العوض ما ترميوها، حتى هي راه صالحه لهم 100% لان كتعوضهم على مرحله قبل الفطام كيكونوا قرابين انهم يتفطموا، وخصهم داك الحلاوه وخصهم واخا تكون شي شويه سارده ماشي مشكل، يعني غير عصروها بيديكم هكا عصروها وحطوها لهم بهذه الطريقه هكا وخليهم ياكلوا راهم كيوليو مزيانين. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار، كيفاش كتعامل مع الامعاء الصغيره ديال هذا المخلوق. خصك ملي يكون صغير تجهز له بحال هكا، ولكن تجهز له اشياء ولكن في نفس الوقت ان ما غاديش تهلك الجيب ديالك، يعني ماشي من لابد انا غادي تكون غادي نبقى نجيب لهم واحد النوع من السيكاريم مدقوق ولا كي غندير. لا، تعامل مع الامور ببساطه، دق الخبز والخبز غادي غير ترميه، جمعوا دير واحد السله وجمعوا الخبز ديما ديروا في صندوق ولا شي حاجه ما ديروش ميكا. راه الا لاحظتوا ان الا درتوه في ميكا غادي كيطرح عليه هذاك الصهد ديالو وكيضيع كيولي كيفيه الخز. نتوما ديما ديروه اما في السطح في واحد البلاصه مشمشه اما في واحد الصندوق بحال هذا، المهم خليوه تيكرم على خاطرو. منين يكرم على خاطرو جزؤوه، كل واحد تعطيوه ديالو بوحدو. هاد الصغار هانتوما كتشوفوا كياكلوا الدقاقه، اللي كبر منهم كما قلت لكم بهذا الحجم هذا بهذا الحجم هذا بحال هكا، هذا غادي ياكلوه اللي كثر منهم، يعني فايتين نقولوا شهر صافي راه كيوليو ياكلوا بهذا الحجم هذا. هانتوما بحال هكا وقسموا داك الشيء بحال هذا الحجم هذا ياكلوا مثلا 3 شهور. المهم كل حجم حطوه على حده. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه في استمرار ان شاء الله. سكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. مرحبا بتعليقكم تعليقاتكم الطيبه، وتكيو على زر الجيم كي تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله.